السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله هو الوردة اللي لاحظتو على الوجه. هذا الفيديو الوردة مخدومة بالموزون. غادي نحتاجو طبعا توب لقيق، عندي هذا النوع، هذا مكركب صغير. عندي هذا الموزون، هذا حتى هو باللون الأحمر، يعني اللون اللي بغيتو نتوما، الشكل اللي بغيتو. غادي نحتاج برقيقه ديال التنبات، وغادي نحتاج اما عقيقه، اما المهم عقيقه الجوهر على الشكل هذا، او نوع من العقيقه على حسب المهم اللي عندك انت، او نوع من ليزيستراس على الشكل، اما هذا الشكل هذا ولا هذا الشكل الصغير على حسب الزواق اللي بغيتي انت، وعلى حسب اش باغي تدخلي في الطرزه ديالك. والحاجه غادي ندخل طبعا البرمل لتحت. غادي نخدم اولا، بعدا قبل من هادشي كامل غادي نخدمو دائره يعني بالحجم اللي بغينا، وغادي نحدد المركز ديالها. لاحظوا مزيان، هاد المركز غادي ندخلو الدائره، عفوا الخيط. غادي نحاولوا نثبتوا اولا هاد اما عقيقة اما على حسب اش المتواجد عندكم. غادي نحاول نجيبها الوسط، غادي نثبتها مزيان، يعني ساهل. غادي ندخل في هذوك واحد العيون فيها من التحت، فيها غادي نبقى ندخل ونثبتها مزيان في بلاصتها. غادي نبقى نعاود العملية باش تشد بلاصتها مزيان، يعني غادي نبقى ندخل في واحد العين ونخرج في العين الأخرى اللي متقابلة معاها. من بعد واحد مزيان، غادي نجي على الدائره، غادي ندخل البرا. انا غادي نستعمل موزون، غادي نستعمل هذا العقيق هذا. غادي نبقى ندخل موزونه، عقيقه، وحنا غاديين في نفس العملية. عفوا، على حسب الطول اللي عندنا. على حسب الطول الشعاع نغير ديال الدائره اللي عندنا. انا هنا عندي موزون شي صغير، يعني غادي نحتاج واحد العدد كبير، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. المهم غادي نحسبوا المسافه، يعني غادي نشدوا هذه المسافه هذه من هنا لهنا. لاحظتوا، يعني غادي نبقى ندخل 10 ديال المزونات، 10 دقائق بالتناوب. لاحظوا مزيان، غادي نجيبها كم قاده. طبعا غادي نزير، غادي ندخل هنايا، لاحظتوا
دابا غادي نجي للشعاع المقابل لهاد الشعاع اللي خدمت باش نكون قطر ديال الدائرة هادي. نفس العملية بالتناوب، غادي ندخل مزونة عقيقة، مزونة عقيقة، غنكون نفس العدد يعني 10 كما درت في اللي قبل. 1 2 3 4 5 6 7 باقي لنا 3. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، صافي غادي ندخل في الجهة المهم غادي نكمل القطر، ندخل في المركز غادي نجي تاني القطر، يعني بحال تقول الدائرة غادي نقسمو على 4. نفس العملية غادي ندير نفس العدد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ندخل في هذا القطر الاخر الشعاع عفوا، نمشي للغيون الثاني الاخر في الجهه المقابله. المهم غادي نخدم نفس العدد، نفس الخدمه اللي درت هنا غادي نعاودها في هذه الشيء الاخرى. كيف ما لاحظتوا هنا من بعد ما خدمت هاد الغيون الاخر غادي نجي ناخذ ثاني هاد المسافه هادي، نحدد مزيان من هنا لهنا غادي نقسم، يعني غادي ناخذ ثاني هاد الشعاع هذا، يعني هاد المسافه غادي نقسمها على جوج. تاني نفس العمليه يعني نفس العدد، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نتليها بعقيقة، نخدمو هاد الغيون الآخر. دابا شنو غادي ندير، غادي نخدم ثاني هاد المسافة من هنا غادي نقسم على جوج، يعني عندي هاد نفهم لكم اكثر، يعني هاد المسافة قسمتها على جوج، ك
كذلك هاد المسافة غادي نقسمها على جوج، يعني غادي نخدم هنايا في هاد النقطة هادي، هاد المسافة غادي نقسمها على جوج، غادي نخدم هاد لغيون هذا، ونفس الشيء في جهة في الربع الأخير غنخدم هاد لغيون. المهم غنخدمهم من بعد غادي نتلاقاو. كيف ما لاحظتوا هنا من بعد ما خدمت هاد لغيون اللي قلت لكم، دابا غادي نجيو نشوف هاد المسافة من هنا لهنا. لاحظوا الا جينا نشوف، الا جينا نحطو غير وحدة غادي تجي المسافة، غادي تجي الخوية، يعني خاصنا نحطو جوج، يعني باقي لنا جوج خطوط ما بين كل ما بين هاد جوج شعاع. لاحظتوا يعني دابا غادي خاصنا نرسم جوج نقاط. المهم بالعين غادي يبان لك النقاط فين ترسمي، بلا ما ديري هكا. المهم غير المبتدئين لاحظوا، غادي نجيو لهاد النقطة هادي، نفس الشيء غادي نديرو نفس العملية. غادي نخدم 10، غادي المهم غادي نهز 10 ما بين متناوبين، موزونة عقيقة موزونة عقيقة، 10 الموزونات و 10 العقيقات. واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة وحدة، عشرة. عفوا هنا خطأت، غادي ندخلها في هذا المكان هذا. غادي نجي تسري لهاد النقطة اللي حداها، نفس الشيء واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، غادي نزيد جوج، سوف نحاول ندخل في النقطة الأخيرة اللي بقات لي هنايا، ندخل مزيان. لاحظتوا دابا نفس الشيء، غادي نجي لهنا غادي نخدم هاد جوج نقط اللي عندي هنا، وكذلك هنايا. الا كانت الدائره صغيره راه كانت غادي تجي نقطه وحده، وهي دائره شويه ما صغيرهش يعني خرجوا لي جوج، غادي نزيد وحده هنا وحده هنا، يعني ما بين كل ما بين هاد الشعاعين غادي نخدموا شعاعين، نخدموا وحده هنا وحده هنا. غادي ندور على هاد الدائره كامله ومن بعد نوريكم الشكل النهائي كي تيجي. كيف ما تلاحظوا هذا هو الشكل النهائي، نتمنى الدرس اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا فهمتوا يعني التقنيه اللي درت، يعني دائره تنقسموا تنبقاو نقسموا القطر، نخدموا القطر الاول القطر الثاني كل شعاع بوحدو، من بعد هاد الربع هذا تنشوفو تنقسمو على جوج، والمهم هذاك الربع اللي بقى لنا تنشوفو واش غادي نزيدو فيه موزونة وحده ولا جوج على حسب المسافه.
صافو نخدمو باش تجينا الخدمه، يعني تجي الورده مقاده. وتنتمنى يعني ديروا التطبيقات وترسلوهم لي في الصفحه الفيسبوك. وكما العاده في نهايه كل فيديو تنقول لكم ما تنساوش تضعوا لايك وجيم الفيديو والاشتراك في القناه. كانت معكم أم سعد عبد الله.